الثاني من ديسمبر 2013. أسعد الله مساءكم. زي حضراتكم يعني هتكلم في موضوع أنا مضطر أتكلم فيه بحكم الناس اللي بتسأل، يعني جدتي مع محمد الفكهاني ومحمد ميكانيكي وعلاء الحلاق، دول كلهم بتقابل لك يقول لك هو ايه بقى الدستور، والناس فرحانه ليه عشان الدستور ده، والناس زي ما تكون يعني تلفزيون بيزقطط والاعلاميين ايه الحكايه بقى. طبعا في حاجه حصلت، بس انا يعني لازم نفهم ان الحاجه دي مهمه بس مش هي كل حاجه، يعني دي كده عامله زي ما تكون ايه خطبت يعني قريت فاتحه او حاجه زي كده. قبل لسه بقى في قصص، يعني قريت الفاتحه دي وراها خطوبه بقى وجهاز وقصص وتخلف عيال والعيال تكبر، يعني في حواديت كتيره، في بتاع 20 لسه حاجه جايه بعد من كده. لكن عشان ابسط لحضراتكم المساله، تخيلوا كده ان احنا عندنا عماره، عندنا عربيه، حاجه بنصممها، والتصميم ده في النهايه بينتج لنا شيء عايزين نحطه على الارض عشان يشتغل. انا رسمت رسمه كده كنت عرضناها قبل من كده، انما ده وقتها ان احنا نتكلم فيها تاني. ونبقى كيمو هات لي فش الهوامش عشان الناس تشوف البتاع اللي معايا ده. ده بحركه بنسميه هرم السلطه. يعني ايه هرم السلطه؟ لو تخيلنا الدوله هي عباره عن مكونات زي كده، مكونات العربيه، في حاجات لها علاقه بتربه البنزين والفرامل ومش عارف ايه، في حاجات كتيره كده داخله في بعضها. انا مش هدخل في تفاصيل كتيره عشان حضراتكم ما تفصلوش مني، انما هحاول قدر الامكان ان اوضح ايه اهميه القصه. بصوا حضراتكم، انا هاخد الحياه من تحت لفوق. احنا المواطنين، نحن المواطنون، حاجة اسمها قاعدة المواطنين، دول قاعدة الهرم. ليه أغلبية الناس، ملايين البشر بيشكلوا قاعدة هذا الهرم، اللي هو الشعب، المواطنين، الناس، أي ما كانت التسمية. هؤلاء الناس ليهم حقوق وعليهم التزامات. إيه بقى الحقوق دي؟ وإيه الالتزامات دي؟ حقيقة هي معروفة بالعرف، إنما بيبقى الأفضل كمان إنها تكون موثقة في ورقة، في وثيقة، في كتاب اللي هو بنسميه الدستور. فمثلا بيقول لك والله يا عم انت مواطن، من حقك انك تتعالج، من حقك انك تتعلم، من حقك انك انت تتنفس هواء نظيف، من حقك انك انت تشرب ميه، ولا اخر مكتوب. هل في ضمان الكلام ده يتنفذ؟ لا، انما على الاقل احنا بنقول ان احنا هنجتهد في تنفيذ هذا الكلام. خدوا بال حضراتكم، المواطنين دول هم نفسهم مش زي بعض، يعني من المواطنين ناس رجال اعمال، والمواطنين ناس مدرسين، ناس عمال، ناس فلاحين، ناس مهنيين، محامي على طيب على كذا. كلهم دول بشر. كان في بقى في الدساتير السابقه بص يقول لك ايه، بص يا عم احنا عندنا نص الناس دول هم عمال وفلاحين، دول هم لازم يمثلوا في الاجهزه التشريعيه، يعني في السلطه التشريعيه بالنص على الاقل. كانت حاجه بتحصل كده من دستور 64 واحنا طالعين، هي ما بقتش موجوده في الدستور دوت، قصة كده هنتكلم عنها بالتفصيل لاحقا. بس خلاصة المسألة ان الدستور بيحدد مجموعة من الحقوق والالتزامات لكل طرف من اطراف الهرم اللي حضراتكم شايفينه ده. انا هلغي بقى كل اللي انا عملته ده وابدأ من الاول جديد تاني. ليه؟ علشان بعد قاعدة المواطنين دهيت عندنا ناس بنسميهم المجتمع المدني، اللي هو كل مؤسسة، كل تنظيم، كل مجموعة افراد بيقرروا ان هم يشتغلوا مع بعض من غير ما يكونوا بالضرورة معاهم حاجة علاقة بالسلطة ولا بالحكومة ولا حد بيمثل وزارة العدل ولا وزارة الشؤون الاجتماعية. وحضرتك لما بتعمل جمعية، لما بتتفقوا مع بعض في قرية من القرى ان انتوا دي الطريقة اللي هنوزع بيها الكيماوي ولا المية ولا لما بتيجي حضرتك تروح وزارة الشؤون الاجتماعية تقول انا عايز اعمل ملجأ او اعمل جمعية لتعليم الناس التريكو ولا كل ده حاجه بسميه المجتمع المدني. بيوسع طبعا شويتين عشان بص تلاقي ناس بيقول لك لا انا هعمل جمعيه للدفاع عن حقوق الانسان، انا هعمل جمعيه للدفاع عن هنراقب الانتخابات، هنعمل جمعيه للدفاع عن حقوق مواطني مصر في منطقه معينه. عشان حضراتكم ده بنسميها المجتمع المدني. مدني هنا يعني لا هو عسكري ولا هو ديني ولا هو سياسي. دي امور ملهاش علاقه لا بالسياسه ولا بالعسكر ولا الدين، بمعنى احنا هنشترك فيها مسلمين ومسيحيين، ممكن تلاقي عسكري يعني مثلا نادي ضباط القوات المسلحه للمتقاعدين، اهو ده نادي مدني رغم ان هو ضباط القوات المسلحه. تمام. فوق القصه دي عندنا مجموعه من الكيانات المهمه قوي اللي ما ينفعش ديمقراطيه حديثه تشتغل من غيرها، اسمها مؤسسات او هياكل الوساطه، اللي هم ايه حضراتكم؟ من اليمين للشمال الاحزاب. الاحزاب السياسيه مصر فيها حاجة و70، قول حاجة و80 حزب، لان في احزاب تحت الانشاء لسه ما كملتش اعداد الورق المطلوب بتاعها، لكن حاجة و60، حاجة و70، حاجة و80 حزب دلوقتي في النهاية ليهم عدة وظائف.
اول وظيفه انه عايز يوصل للسلطه، لو خد الاغلبيه يوصل للسلطه. طب لو ما خدش الاغلبيه بيشارك في تشكيل الحكومه لو عنده نسبه ما ودخل في ائتلاف. طب ما لا شكل الاغلبيه وعمل الحكومه ولا شارك في الحكومه، يعمل ايه؟ يقوم بدور المعارضه. طب لا كده ولا كده وما عرفش يوصل لكل الكلام ده، بيدرب كوادر. وتدريب الكوادر ده بيبقى مقدمه ان هو ينزل الانتخابات اللي بعدها فينجح انه يكون ليه اصوات، يا اما معارضه يا اما شريك في ائتلاف حاكم او انه يكون منه الحكم. يبقى دي الاحزاب السياسيه. اللي بيميز الاحزاب السياسيه عن اللي بنسميه جماعات المصالح وجماعات الضغط، ان جماعات المصالح بتدافع عن مصالح من غير ما تكون في نيتها ولا ليها رغبه في انها توصل للسلطه. يعني تخيلوا عليكم كل بقى الجمعيات اللي احنا بنتكلم عنها ده، هي جمعيات رجال الاعمال، جمعيات العمال، جمعيات الفلاحين، هو عايز ياثر في السلطه من غير ما يوصل للسلطه. عشان كده بنسميها مصالح، هي بتعبر عن مصالح مجموعه من الاعضاء. في لحظه من اللحظات ممكن تلاقي نادي من الانديه بيضغط في على السلطه علشان يكون اللائحه ليها شكل معين. ده من سعيد هنا جماعه من جماعات المصالح، واحنا بنسميها جماعات الضغط، انها بتضغط على من هو في السلطه كي يتبنى سياسه معينه. مش عايز اوصل للسلطه بس عايز اللي في السلطه يشوفني، يسمعني، يطلع قرارات تتفق مع مصالحي. جميل. عندنا كمان الاعلام. الاعلام ده بمعنيين، صحافه بمعنى الاعلام المقروء، وراديو الاعلام المسموع، والاعلام المرئي. طب الحاجات دي كلها ليه بنسميها هياكل الوساطه او مؤسسات الوساطه؟ لانه نادرا ما بيكون منطقي ان الناس المواطنين اللي تحت دول هم يروح يخبط على السلطه القضائيه، ولا يخبط على السلطه التنفيذيه، ولا يخبط على السلطه التشريعيه، يخبط كده على البيت الابيض، اوباما اوباما عايزين منك كذا كذا، يعني ما حدش بيعمل كده. بيبقى في لوبيز، في جماعات مصالح، بيبقى في احزاب، في اجهزه اعلام. بس الاعلام دي مهمه في ايه؟ انها بتوصل من تحت لفوق ومن فوق لتحت. بيطلع مثلا السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمهوريه، واحد من الساده الوزراء بيطلع يتكلم. هو ليه بيتكلم؟ عشان يفهمنا. يبقى الناس اللي فوق دول بيكلموا الناس اللي، يا ناس يا اللي تحت احنا بنعمل كذا كذا كذا. الناس اللي تحت تطلع تصور، ليه بنعمل احنا تقارير ونسال ايه وجهه نظر الناس في القضيه الف او ب او ج؟ عشان الناس اللي فوق دول يعرفوا ان في مشكله كذا وكذا وكذا. فالاعلام ده مهم. طب السؤال ده، مين بقى اللي بينظم الحاجات دي؟ هو اي حد يعمل حزب؟ وممكن نعمل حزب وظيفته او هدفه ان هو المنطقه الفلانيه، ان سوهاج تستقل، ان المنيا تبقى دوله مستقله، انه البحيره تعلن استقلالها عن مصر؟ لا، ما ينفعش. لانه اول شرط في الشروط انك تعمل حزب انك تحترم دستور الدوله، وانك تحترم النظام السياسي القائم في الدوله. مين اللي يقول الكلام ده؟ الدستور. طب الجماعات بقى المصالح اللي احنا بنتكلم عنها دي، ايه اللي بيحددها؟ ايه الاطار بتاعها؟ تكون انها بالاختيار، وينبغي ان الدوله تساعد على تشكيلها. ده مهم جدا. عدد جماعات المصالح او مؤسسات المجتمع المدني في مصر قليل جدا مقارنه بعدد المصريين لما نقارنها بدول ثانيه في اوروبا وغيرها. طب تشتغل ازاي؟ مره ثانيه في حاجه اسمها، في مواد في الدستور بتناقش هذا الموضوع. نفس الكلام العلاقه بالاعلام، بيتكلم عن هيئه وطنيه للاعلام، هيئه الاعلام المرئي يعني والمسموع، وهيئه وطنيه للصحافه. طب كل ده ليه؟ علشان ننظم الحاجات. يبقى كانه الدستور في حدود اللي انا بقوله ده هو بينظم الحقوق والالتزامات المتبادله ما بين الافراد والمؤسسات. بس ده مش كافي. مره ثانيه ارجع كيمو لهذا الشيء، انا هلغي كل الحقوق العمره اللي عملتها دي وابدا من اول وجديد تاني. في بقى حاجة هنا مهمة اسمها الحكومة. ما هو ما تنسوش حضراتكم ان في الاخر في حكومة. ايه بقى الحكومة دي؟ بتبدأ بالجهاز البيروقراطي للدولة اللي هو الجهاز الإداري. خد بال حضراتكم، الجهاز الإداري في جزء منه مدني وفي جزء منه عسكري أو شبه عسكري اللي هو الشرطة يعني. يعني إيه طبعًا الشرطة في مصر جهاز مدني، إنما دي قصة تانية. فخلاص المسألة إن عندك جهاز بيروقراطي، عندك ناس بتشتغل علشان حضرتك لما تيجي تدخل كهرباء ولا مية ولا تحول العيال من مدرسة لمدرسة، ولا تدخل غاز، ولا تطلع رخصة مرور، ولا تيجي مسافر بره عايز تطلع باسبور، كل ده حضراتكم جهاز المدني للدولة. عايز مثلا حضرتك بقى تخش الجيش وتتدرب ولا آخره، ولك حقوق وعليك التزامات، ومن حقك إنك تتعالج، ومن حقك إن ده جهاز العسكري، ضباط الجيش وضباط الشرطة، وكل ده يدخل في إطار الجهاز البيروقراطي للدولة. إيه بقى علاقة الجهاز ده ببقيه اجهزه الدوله؟ ده سؤال. هل ده كيان مستقل ولا ده جزء من اجهزه الدوله؟ مثلا في الدساتير السابقه كان في سكوت عن الموضوع، يعني مثلا دستور 71 لانه كان رئيس الجمهوريه عاده خلفيته عسكريه، وكانت كان في صندوق مغلق كده، صندوق اسود ما تعرفش ايه اللي بيحصل جواه، في علاقه رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بالقائد العام بالقوات المسلحه وكبار الجهاز.
ايه بقى اللي بيحصل جوه؟ ما نعرفش. ابتدى يطلع ويبان على السطح في 2012، وبعدين في التعديلات في 2013 ابتدى بقى حاجات، يعني في مواد انتقاليه ان والله خلال الفترتين الرئاستين اللي جايين اللي هو 8 سنين انه رئيس الجمهوريه يعين بس لازم ياخد موافقه المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لكن من حقه يعزل من غير ما ياخد موافقه. ده مؤقت 8 سنين لغايه ما الامور تستقر الى اخره. طيب ده برضو ما بيقولش كل حاجة، لأنه لسه عندنا في حاجة اسمها السلطة القضائية، اللي هو حضراتكم السادة القضاء بقى في كل يعني الحزبة المعقدة، من مجلس الدولة للقضاء الإداري بكل أبعاده، للمحاكم المتخصصة، للقضاء العادي، للمحكمة الدستورية وإلى آخره. طب مين بقى اللي بيعين الناس دي، وإيه صلاحياتها وإيه حقوقها وإيه التزاماتها؟ يعني مثلا يجي في الدستور 2013 يقول لك والله إن أي تعديل له علاقة بقانون السلطة القضائية لازم ياخد موافقة تلتين أعضاء البرلمان. تلتين يعني إيه؟ عشان مش عايز يخلي حزب واحد معاه 50% زائد واحد يستبد بالسلطة القضائية. تيجي مثلا مادة تتكلم عن هو مين اللي هيعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، اللي هم هيجوا في الآخر يقولوا هو القانون ده دستوري ولا ملغي؟ غير دستوري. اللائحه دي، القرار ده من رئيس الجمهوريه او من رئيس الوزراء دستوري او غير دستوري؟ طب مين اللي يقول الكلام ده؟ دول هم. طب يتعينوا ازاي؟ في انماط مختلفه، يعني مثلا في امريكا، في فرنسا، في المانيا بيبقى شركه كده ما بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه. انما في مصر دلوقتي وضعوا موضوع المحكمه الدستوريه العليا، تعيينات قضاه المحكمه الدستوريه في ايد المحكمه الدستوريه العليا. ده كويس ولا وحش؟ في ناس معترضه، شايفه انت اديت استقلال كبير قوي للمحكمه الدستوريه العليا وخليتها زي ما تكون هي بتحكم، هي بتختار ذاتها بذاتها. في ناس تقول لك لا ده كده الافضل علشان ما تبقاش خاطع على اي اعتبارات سياسيه بقى، لا رئيس جمهوريه يدخل ولا حسابات. ما حدش بياخد كل حاجه في الاخر، ده بجد في السياسه ما حدش بياخد، انت لازم هتضحي بحاجه عشان تكسب حاجه. السلطه التنفيذيه دي حضراتكم الحكومه بقى بالمعنى الضيق قوي، اللي هو الناس اللي بتتخذ القرارات اليوميه المرتبطه بدءا من ساد رئيس الوزراء مرورا بكل الوزراء ووكلاء الوزراء والى اخره. طيب ومعاك طبعا محافظين، دول الجهاز التنفيذي للدوله. طيب رئيس الوزراء والوزراء والكلام ده بنجيبهم ازاي؟ يعني هيصحى رئيس الجمهوريه يقول والله انا عايز ابن خالتي يجي يبقى رئيس وزراء، ولا لازم ناخد موافقه مجلس النواب؟ ده موجود في الدستور. طب ايه شروط رئيس الوزراء؟ هل في سن معين ليه؟ هل لازم يكون ليه مثلا رجل ولا ست؟ تفرق الى اخره. السلطه التشريعيه تتكون من مجلس، من مجلسين، ايه علاقه المجلسين ببعض؟ لو في مجلسين، لو في مجلس واحد والى اخره. وصلاحياتها، وتقدر تعمل ايه بقى مع السلطه التنفيذيه؟ تقدر يعني تطرح الثقه بيها تقول بصوا انتوا كسلطه تنفيذيه احنا مش عايزينكم، خلاص روحوا، احنا هنجيب سلطه تنفيذيه جديده، هنجيب حكومه جديده، وانا لا، انا من حقي ان اعترض على قراراته واعترض على سياساته وعلى مشروعات قوانينه، ان اعطله اشله من غير ما اغيره. في دول تانية بتعمل كده. طب مين بقى اللي يفصل التفصيله دي ويقول هنعمل ايه بالظبط؟ مره تانية الدستور بيقول لك هذا الكلام. طب رئيس الدوله بقى علاقته بالحاجات دي كلها؟ هو راجل رمزي كده يقول لك يستشار ويشجع ويحذر زي ملكه انجلترا؟ ده يا ست رئيس تركيا، رئيس اسرائيل، رئيس الهند، رمز ملوش دور بالمعنى، ما يتدخلش. عشان يعزل رئيس الوزراء لازم يرجع للبرلمان الاول. هو الحقيقه هو عمره ما هيفكر ان هو يعزله كده بقرار شخصي، هو البرلمان هيجي يقول له احنا هنمشي رئيس الوزراء والوزاره، وبالتالي احنا بنقول لك اختار واحد جديد بموافقتنا يبقى رئيس الوزراء. هل هو مجرد رمز حاجه شكليه كده، ولا لا ليه دور تنفيذي كبير؟ طب والدور ده ايه؟ هل هو زي ما هو موجود في 2013 و2012 هو ليه دور كبير فيما يتعلق بالشؤون الخارجية وبالأمن القومي والكلام ده، ولا هو ليه دور فقط يعني شكلي في هذه الأمور كمان؟ هل بيتدخل في الشؤون الداخلية؟ مين كده؟ مين رئيس المجلس أعلى المحافظين؟ مين رئيس المجلس أعلى الشرطة؟ رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية؟ مين اللي جاوب على الأسئلة دي كلها؟ الدستور. واحد يقول لي الدستور ده مهم قوي بقى كده. الحقيقة هو مهم قوي 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 كده في الحدود دي، انه بيحكي الحكايه دي. هنلتزم بيه بقى ومش هنلتزم بيه؟ ده عشان كده حضرتك لازم تكون واعي، لازم تبقى عارف، لازم تقرا الدستور ده كوثيقه تتعامل معاها باعتبار ان حقوقك والتزاماتك هنا. ده عقد بينك وبين من يحكمك وبين كل الجهات والمؤسسات دي، وبالتالي هو مش هزار. لكن في نفس الوقت بنقول حاجه مهمه، لو انا رحت اشتري عربيه والعربيه دي قالوا لي مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، وانت خدت العربيه مشيت بيها في الشارع، وجا بقى توك توك خبطني، جاء بقى مطب نزلت ما طلعتش ولا اخر، ما تجيش تقول لي ده الدستور. لا، احنا ثقافتنا مش عارفه انها تدرك اهميه ان احنا نلتزم بهذه المواد والقيم اللي موجوده في هذه المواد. عشان كده حضراتكم الموضوع عايز تدريب، وبالتالي ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ ماذا تفعل لو كنت لا قدر المسؤول؟ المفروض ان وثيقه زي وثيقه الدستور دي تدرس للطلبه. انا مش بهزر، يعني حضراتكم الناس بتدرس في امريكا مثلا تلاقيه بيدرس مواد الدستور وهو في ثانوي،
ودرس ماده اسمها امريكان جفرمنت او النظام السياسي الامريكي وهو في اولى بغض النظر عن تخصصه من هندسه لطب الكل. ليه؟ لانه ده وثيقه المواطنه اللي انت عايش بيها، فيها حقوقك وفيها التزاماتك. عشان كده حضراتكم القصه دي كلها على بعضها مرتبطه بالاطار الدستوري الحاكم. لو انت مش عارف حقوقك والتزاماتك ومش فاهم الهرم ده هتفضل ماشي كده في الحياه عمال تقول يسقط يسقط، الشعب يريد اسقاط النظام، ويقول لك طب نسقطه ونعمل ايه بعد كده؟ ما تلاقيش عندك اجابه لانك ما تعرفش هي ايه اصلا حقوقك وايه التزاماتك، والبديل الوحيد المتاح امامك هو انك تسقط وتدمر وتلعن وتشتم فاصل ونرجع نناقش مجموعه من اهم المواد المرتبطه بالدستور والموجوده في الدستور المصري مع واحد من اهم من شاركوا في تعديلات دستور 2012.